الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 23 من ربيع الثاني لعام 39,400,000، الموافق ليلة العاشر من الشهر الأول لعام 18,200. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا وشيخنا ووالدينا وشيخ جميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: باب في أحكام الإتلافات. إن الله حرم الاعتداء على أموال الناس وابتزازها بغير حق، وشرع ضمانا ما أخلف منها بغير حق ولو عن طريق الخطأ. والأصل أنه لا يجوز إنسان أن يتلف مال غيره متعمدا، يعني ما يصلح. بعض الناس قد يتلف مال غيره يقول أنا خلاص أعوضك ولا أصلح لك، لا، ما يكفي. يعني أنت تؤثر في نفسي كونك اعتديت على دابتي ولا على سيارتي ولا على ثوبي ولا ها، ثم تؤخرني حتى ما يتم تصليح مثل سيارتي أو تصليح حاجتي، وربما أخسر وأنا أعمل عليها، وربما أضطر مثل أستأجر غيرها أو أستعير غيرها. فما يكفي أنك أنت تعمد تعتدي على الناس ثم تقول إيش أنا أعوضكم أو مثلا أصحح خطأي، ما يجوز هذا الكلام. نعم، لو حصل حادث بالخطأ فعليك الضمان إذا أتلفت شيئا، لكن أن تتعمد الإتلاف هذا لا يجوز. حتى لو عوضت لا يجوز، حرام، ما يكفي التعويض. نعم. فمن أتلف مالا لغيره وكان هذا المال محترما وأتلفه بغير إذن صاحبه فإنه يجب عليه ضمانه. وكان هذا المال محترما، يعني يفهم منه إذا كان المال غير محترم فلا ضمان. كما لو مثلا عنده زجاجة خمر فأتى إنسان وكسرها، أو سابقا ليس اليوم آلة طرب. لماذا قلنا ليس اليوم؟ اليوم لو تكسر آلة طرب تذهب 60 داهية بقضايا ومشاكل، لكن في السابق كانت آلة طرب هذه هدر. يعني لو أن إنسان وجد آلة طرب كسرها ما يقضي على القاضي بشيء، بل لو ذهب صاحبه يشتكي عند القاضي ربما القاضي عزره. لكن إذا كان الشيء يعني لا حرمة له فجاء إنسان وأتلفه فلا شيء عليه، أما إذا أتلف شيئا محترما لا يضمن. نعم. وقوله أتلفه بغير إذن صاحبه، يعني قد يقول صاحبه خذ هذا واتلفه، كسر لي هذا أو مزغ لي هذا. قد يكون عنده كتاب لا يريد أوراق لا يريدها، أو حاجة ما يقول أكسر لي إياها أو حرقها، فهذا ما يضمن لأن صاحبه قد أذن له بذلك. نعم. قال الإمام الموفق: لا نعلم فيه خلافا، وسواء في ذلك العمد والسهو والتكليف وعدمه. صح، يعني يستوي العمد والسهو. لو أن إنسان ساهيا أتلف مال غيره، أو بالخطأ رجع في سيارته وصدم سيارة أخرى، أو قتل إنسانا، يضمن. صحيح أنه الخطأ لكن أيضا يضمن، حتى لو كان غير مكلف، كما لو ذهب طفل وكسر حاجة الجيران. ما يقول هذا طفل غير مكلف، غير مكلف ما اختلفنا لا أثم عليه، لكن وليه يضمن. كما لو افتلتت دابة بهيمة، افتلتت وذهبت وأتلفت زرع الجيران، فصاحبها ربها يضمن. فيستوي العمد والسهو والتكليف وعدم، حتى لو كان هذا المعتدي غير مكلف، مجنون أو بهيمة أو طفل، وأفسد شيئا أتلف شيئا للآخرين يضمن. نعم. وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، أو حلب وعاء فانساب الماء في الوعاء وتلف، ضمن ذلك. نعم. وكذا من تسبب في إتلاف مال، كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه، قد يكون عنده مثلا داخل هذا الباب طيور ولا بهائم
فتح فخرجت فضاعت، أو تركه مفتوحا فتعرض لأخذ النهب والسلب، إذن هو تسبب بالإتلاف فيضمن. يقول: وكذا من تسبب بإتلاف مال كما لو فتح بابا فضاع ما كان مغلق عليه، أو حل وعاء قد وكى عليه بوكاء فأتى وحلها فسكب ما فيه أو انساب ما فيه، أنه يضمن. نعم. وكذا لو حل رباط دابة أو قيدها فذهبت وضاعت ضمنها. نعم واضح. نعم. وكذا لو ربط دابة بطريق ضيق فنتج عن ذلك أن عثر بها إنسان فتلف أو تضرر ضمنها، لأنه قد تعدى بالربط في الطريق. نعم. مثل ذلك يعني في هذه الأيام في بعض الناس عنده إبل يتركها على على الشارع العام فتسبب حوادث، هذا صاحبها يضمن، لأن كان الواجب عليه أن يبعدها عن الشوارع أو يحصرها بمحصار، أما يطلقها هكذا على الشوارع فتسبب حوادث يضمن صاحبها. كما أنه الآن يجب عليهم أن يعني يجعل فيها لباس فسفوري حتى تبين في الليل أنها دواب ماشي على الشارع، وإلا يضمن. نعم. وكذا لو أوقف سيارة في الطريق فنتج عن ذلك أن اصطدمت بها سيارة أخرى أو شخص فنجم عن ذلك ضرر ظنا. نعم. لما أرد أبطني وغيره من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن. وكذا لو ترك في الطريق طينا أو خشبة أو حجرا أو حفر فيه حفرة فترتب على ذلك تلف المار أو تضرره، أو ألقى في الطريق قشرة طيف ونحوه، أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان فتلف أو تضرر، ضمنه فاعل هذه الأشياء في جميع هذه الصور لتعديه له. نعم. وما أكثر ما يجري التساهل في هذه الأمور في وقتنا، وما أكثر ما يحفر في الطريق ويسد وتوضع فيه العراقيل، وما أكثر الأضرار الناجمة عن تلك التصرفات دون حسيب أو رقيب، حتى إن أحدهم ليستولي على الشارف ويستعمله لأغراضه الخاصة ويضايق المارة ويغر بهم ولا يبالي بما يلحقه من الإثم من جرائده. لا حول. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللاعنان؟ قال: التخلي في طريق الناس أو مواردهم، يعني يقضي إنسان حاجته في ظل الناس في مورد الماء فيأتي إنسان يطع عليه يتأذى، فهذا يعرض نفسه للعنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللاعنين، يعني الذي يسبب لعن الناس له. فكيف من يحفر حفرة ويضع أخشاب، أو بعض الناس يكبر الحديقة حتى واحد يريد أن يذهب إلى المسجد ما يستطيع إلا أن يذهب إلى مكان يعني يلف لفة كبيرة حتى يصل المسجد، هذا ما يجوز. أي شيء فيه اعتداء فالقاعدة لا ضرر ولا ضرار، ما يجوز الاعتداء على الآخرين. نعم. ومن الأمور الموجبة للضمان ما لو اقتنى كلبا عقورا فاعتدى على المرأة وعقر أحدا فإنه يضمنه صحيح. واليوم بعد يعني بعض الناس أخذ يقتني حيوانات مفترسة وربما فلت بعضها واعتدى على الآخرين، أسود، نمور، تماسيح، يقلدون الغرب، يقلدون الكفار، فهذا بعضها قد بلغ لعل بلغكم كما بلغني، بعضها قتل، منها من يقتل صاحبه من يقتل الآخرين، فهذا من وقع في شيء ذاك يضمن، عليه دية، عليه محاكمة، ينظر في شأنه والأمر، كيف يأتي بحيوان متوحش مفترس من الغابة يضعه عند الناس. نعم، اتخذت هذا حيوانا واجب عليك أن تحبسه وأن تحفظه لا أن تطلقه. نعم. طيب لو هو مثلا فك قيده وانطلق وافترس الناس يضمن أو لا يضمن؟ ها يضمن. نعم. وإن حفر بئراً في فنائه لمصلحته ضمن ما تلف بها لأنه يلزمه أن يحفرها بما يمنع ضرر المارة. نعم. فإذا تركها بدون ذلك فهو متعدٍ. نعم. و
فإن تركها وأفسدت شيئا ضمنه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت في الليل مضمون عليهم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. فلا يضمن صاحب البهيمة ما أتلفت للنهار إلا إن أرسلها صاحبها بقرب ما تكلفه عادة. قال الإمام النووي رحمه الله. أنتم معنا بالدرس ولا؟ جايين للدرس أنتم؟ لماذا ما تأتون إلى هنا؟ السنة أن تقترب، جيب الكراسي واقترب هنا. إيه. جيب كرسيك تحت. هذه السنة. نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله: ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية تعتع. بالنهار. قرب قرب. أيوه هذه السنة. تفضل. نعم. قال الإمام البغوي. لأن في عرف الناس أن أصحاب الزرع يحفرونه بالنهار، والمواشي تسرح بالنهار وترد بالليل إلى المواح، فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن العرف، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها فعليه ضمان ما أفسدت. وقد ذكر الله قصة داود وسليمان عليهما السلام وحكمهما في ذلك. فقال سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال ابن القيم رحمه الله: صح بنص القرآن الثناء. عندك قال ابن القيم؟ قال ابن القيم رحمه الله. نعم. أنا عندي قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. أنت عندك قال ابن القيم؟ طيب في الحاشية إذن ابن القيم. طيب. قال ابن القيم رحمه الله: صح بنص القرآن الثناء على سليمان بتفهيم الضمان بالمثل، فإن النفش رعد غنم ليلى وكان بالبستان عنب، فحكم داود بقيمة المثلث فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة فدفعها إلى أصحاب الحرث، وقضى سليمان بالضمان على أصحاب الغنم وأن يضمنوا ذلك بمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود كما كان، ولم يضيع عليهم إلا هو من حين الإتلاف إلى حين العود، بل أعطى أصحاب البستان ماشية ذلك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان، فيستوفوا من نماء غنمهم نظير ما فاته من نماء حرثهم، وقد اعتبر النمائين فوجدهما سواء، وهذا هو العلم الذي خصه الله فيه وأثنى عليه بإدراكه. نعم. يعني هذه القضية وقعت بين يدي داود عليه السلام فحكم بها، لكن الله يقول ففهمناه سليمان، فسليمان فهم شيئا آخر وكان حكمه أعدل، وهذا يستدل بها العلم على أن ليست كل مسألة يطلب فيها الدليل، فأحيانا بعض المسائل قد لا يكون فيها دليل ظاهر، وإنما تفهم من عموم الأدلة من مقاصد الشرع، فيقال مثلها لا تأتي بالشريعة، الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، الشريعة لا تأتي بالتناقضات، فيكون العالم نظرة وفهم وفقه حتى لو كان لا يملك دليلا صريحا في هذا الشيء، ولكن عنده إلمام بعموم مقاصد الشرع، ولذلك الناس يتفاوتون، حتى الصحابة اختلفوا والقرآن بين أيديهم، لكن الفهم الناس تتفاوت فهم تفاوت عظيمة في الفهم، وإذا زاد إنسان تقواه زاد فهمه، فشوف هذا في علاقة بين التقوى وبين الفهم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وإذا القرآن بين أيدي الناس جميعا لكن الناس يتفاوتون تفاوتا كبيرا في فهمه، واضح؟ نعم. والله ففهمناه سليمان. نعم. وإذا كانت البهيمة بيد راكب أو قائد أو سائق ظن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها، لا ما جنت لمؤخرها كرجلها
الجبار وفي رواية رجل لحجماء الجبار والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتفنن وجبار بضم الجيم أي جناية البهائم هدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل بهيمة عجماء كالبقر والشاة وغيرها فجناية البهائم غير مضمونة إذا فعلت بنفسها كما لو انفلتت ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان على أحد ما لم تكن عقورا ولا قدرت صاحبها بحبها في الليل أو في أسواق المسلمين ومجانبهم. وكذا قال غير واحد إنه إنما يكون جبارا إذا كانت منفلتة ذاهبة على وجهها ليس لها قائد ولا سائق إلا الضائع. وإذا صان عليه آدمي أو بهيمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتل فلا ضمان عليه. صان الصائل هو المعتدي، لو اعتدى عليك آدمي دفعته ما يندفع إلا بالقتل فاضطرت لقتله هذا هدر. كذلك لو بهيمة أو كلب هاجمك فضربته وقتلته لا شيء عليك. نعم، لأنه قتله دفاعا عن نفسه ودفاعه عن نفسه جائز فلم يضمن ما ترتب عليه، ولأن قتله لدفع شره ولأنه إذا قتله دفعا لشره كان الصائل هو القاتل لنفسه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يدفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء. انتهى. ومما لا ضمان في إتلافه آلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والخرافة والخلاعة والنجوم. ما روى أحمد عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة وفيها زقاء الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وأمر أصحابه بذلك. فدل الحديث على طلب إتلافها وعدم ضمانها، لكن لا بد أن يكون إتلافها بأمر السلطة ورقابتها ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة. صحيح. نعم، حتى ما تكون فوضى. نعم، استمر. باب في أحكام المبيع. الإباع شرعا توكيل بالحفظ تبرعا، والوديعة لغة من ودع الشيء إلى تركه سميت بذلك لأنها متروكة عند المودع، وهي شرعا اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض. ويشترط لصحة الإيداع ما يعتبر للتوكيل من البلوغ والعقل والرشد، لأن الإيداع توكيل في الحفظ. ويستحب قبول الوديعة لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها، لأن في ذلك ثوابا جزيلا لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه. ولحاجة الناس إلى ذلك. أما من لا يعلم من نفسه القدرة على حفظها فيكره له قبولها. ومن أحكام الوديعة أنها إذا تلفت عند المودع ولم يفرق فإنه لا يضمنها، كما لو تلفت من دين ماله لأنها أمانة، والأمين لا يضمن إذا لم يتعدى. وورد في حديث فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. ورواه الدارقطني بلفظ ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان والمغل الخائن. وفي رواية بلفظ لا ضمان على مؤتمن، ولأن المستودع يحفظها تبرعا فلو ضمن لم تنع الناس من قبول الودائع، فيترتب على ذلك الضرر بالناس وتعطل المصلحة. صحيح. يعني قد يكون يريد أن يسافر ما يستطيع يحمل حاجته معه، فيقول لجاري دع هذه عندك أمانة حتى أرجع. لو لم يعني يودعها عنده ربما تعرض للتلف أو السرقة، لكن كذلك هذا الذي قبلها أمانة يحفظها
قد تتلف عنده بغير تفرط منه ولا تعدي. فرض أنه احترق بيته، حتى إيش أملاكه احترقت، واحترقت هاي الأمانة، وما تعمد الحريق أصابه أيضا ربما خسر أكثر من الأمانة، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. فهو محسن وأخذ هذا الشيء بالإذن ولم يفرط في حفظه ولم يعتد عليه بإتلافه، فلا ضمان. نعم. أما المعتدي على الوديعة أو المفرط في حفظها يضمنها إذا تركت لأنه مخلف للمال غيره. نعم. ومن أحكام الوديعة أنه يجب على المودع حفظها في حفظ مثلها كما يحفظ ماله. نعم. لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. ولأن المودع حينما قبل الوديعة قد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به. طيب أعد. وإذا كان أيوة. أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. نعم. لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أداؤها إلا بحفظها. ولأن المودع حينما قبل الوديعة قد التزم بحفظها فيلزمه ما التزم به. نعم. وإذا كانت الوديعة دابة لزم المودع إعلافها، فلو قطع العلف عنها بغير أمر صاحبها فتلفت ضمنها، لأن إعلاف الدابة مأمور به، ومع كونه مضمنها فإنه يلحم أيضا بتركه إعلافها أو سقيها حتى ماتت، لأنه يجب عليه إعلافها وسقيها لحق الله تعالى لأن لها حق. نعم صحيح. يعني عدم إطعامها يعتبر تعدي، تحرمها من الطعام تموت. ليس بالضرورة أن يقول لك هذه دابة أمانة عندك أطعمها، معروف لا بد أن تأكل. فإذا تكفلت بإمكانك أن تطلب مثلا عوض على إطعامها أو على رعايتها، لكن تتركها بلا طعام وتموت أنت تكون قد تعديت عليها أو اعتديت عليها فتضمن. نعم. ويجوز للمودع أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخازنه وخادمه، وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه، وكذا لو دفعها إلى من يحفظ مال صاحبها برئ منها لجريان عادة ذلك. أما لو سلمها إلى أجنبي منه ومن صاحبها فتلفت ضمنها المودع، لأنه ليس له أن يودعها عند غيره من غير عذر، إلا إذا كان إيداعها عند الأجنبي لعذر يضطره إلى ذلك. كما لو حضره الموت أو أراد سفرا ويخاف عليها إذا أخذها معه، فلا حرج عليه بذلك ولا يضمن إذا تلفت. وإذا حصل خوف أو أراد المودع أن يسافر، فإنه يجب عليه رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فإنه يحملها معه في السفر إذا كان ذلك أحفظ لها، فإن لم يكن السفر أحفظ لها دفعها إلى الحاكم، لأن الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن لم يمكن إيداعها عند الحاكم أودعها عند ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الوداع التي كانت عنده أم أيمن لأمي أودعها، أودع الوداع عنده لأمي التي كانت عنده أم أيمن. عندك أم أيمن؟ أنا عندي لأمي أيمن. طيب كم؟ وأمر علي رضي الله عنه أن يردها لأبيها. نعم. وكذا من حضره الموت وعنده ودائع للناس، فإنه يجب عليه ردها إلى أصحابها، وإن لم يجدهم أودعها عند الحاكم أو عند ثقة. والتعدي على الوديعة يوجب ضمان. كذلك يعني إذا كان عنده أمانة لابد أن يخبر أهله، لابد أن يكتب أو يضعها في شيء يكتب عليه أن هذه أمانة لفلان،
لأنه ممكن يعني يموت في أي لحظة الإنسان، نسأل الله العافية، فتذهب يأتي الورث يظن هذا مثلا مال والدهم أو مال أخيهم أو مال أمهم، أو المرأة تقول هذا مال زوجي، كيف تعرف؟ لابد أن تكتب عليه أو أن تعينه أو أن تخبر بأن هذا المال ترى أمانة لفلان. نعم. والتعدي على المودعة يوجب ضمانها إذا تلفت، كما لو أودع دابة فركبها لغير علفها أو سقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث، وكما لو أودع دراهم في حرز فأخرجها من حرزها، أو كانت مشدودة فأزال الشد عنها، فإنه يضمن الوديعة إذا تلفت في هذه الحالات، لأنه قد تعدى بتصرفه هذا. نعم. والمودع أمين يقبل قوله إذا ادعى أنه ردها إلى صاحبها أو من يقوم مقامه، ويقبل قوله أيضا إذا ادعى أنها تلفت من غير تفريطه مع يمينه، لأنه أمين، لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأصل براءته إذا لم تكن قرينة على كذبه، وكذا لو ادعى تلفها بحادث ظاهر كالحريق، فإنه لا يقبل قوله إلا إذا أقام بينة على وجود ذلك الحادث. ولو طلب منه صاحب الوديعة ردها إليه فتأخر من غير عذر حتى تلفت ضمنها، لأنه فعل محرما بإمساكها بعد طلب صاحبها لها، والله أعلم. نعم صحيح، قال رد علي ما ردها، خلاص يعني تعتبر مدة اللي بعد ما قال رد علي، هذه مدة قد وضع يده على الشيء من غير إذن، فيضمنها على كل حال حتى لو تلفت من غير تفريط يضمنها. نعم. باب في أحكام إختيار المواد. المواد بفتح الميم والواو هو ما لا روح فيه، والمراد به هنا الأرض التي لا مالك لها. ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه الأرض المنفكة عن الاختصاصات والملك معصومة. فيخرج بهذا التعريف شيئان: الأول ما جرى عليه ملك معصوم من مسلم وكافر بشراء أو عطية أو غيرها، والثاني ما تعلقت به مصلحة ملك معصوم كالطرق والأفنية ومسير المياه، أو تعلقت به مصالح العامل من البلد كدفن الموتى وموضع القمامة والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والمحتطبات والمراعي، فكل ذلك لا يملك بالأحيان. فإذا خلت الأرض عن ملك معصوم واختصاصه وأحياها شخص ملكها، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وورد بمعناه أحاديث وبعضها في صحيح البخاري. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، إلا موات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء، لما فيه من التضييق على الحجاج في أداء المناسك واستيلائه على محل الناس فيه سواء. ويقصر إحياء الموات بأمور: واستيلائه على محل الناس فيه سواء. ويقصر إحياء الموات بأمور: الأول إذا أحاطه بحائط منيع مما جرت العادة منه فقد أحياه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه وصححه ابن داود، وعن سمرة مثله، وهو يدل على أن التحويط على الأرض مما يستحق به ملكها، والمقدار المعتبر ما يسمى حائطا في اللغة. أما لو أدار حول الموات أحجارا ونحوها كتراب أو جدار صغير لا يمنع ما وراءه، أو حفر حولها خندقا، فإنه لا يملك بذلك، لكن يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يجوز له بيعه إلا بإحيائه. يعني يحيطه بشجر، بجدار، بشبك، بحيث يعني تكون هذه الإحاطة تدل على أنه قد
استنفع من هذا المكان وأحياه، يزرع فيه، ربي فيه مواشي، يعمل حاجة، بناء. طبعا هذا اليوم الأمور منضبطة عند الحكومات يعني، لكن إلى اليوم لو الإنسان مثلا خرج البر وضع له مخيم، ها ما يجوز أحد يقتحم هذا المخيم لو وضع فيه نساء أو جلسة الخاصة، لأنه أصلا سمحت الحكومة أن الإنسان يخيم في هذا المكان، فيكون له حرمة كونه هو إيش أحاطه وجلس فيه. نعم. الثاني، إذا حفر في الأرض المغارة بالله فوصل إلى مائها فقد أحياها، فإن حفر البئر ولم يصل إلى الماء لم يملكها بذلك، وإنما يكون أحق بإحيائها من غيرها لأنه شرع في إحيائها. نعم. الثالث، إذا أوصل إلى الأرض المرات ماء أجراه من عين أو نهر فقد أحياها بذلك، لأن نفع الماء للأرض أكثر من الحائط. الرابع، إذا حبس عن الأرض المرات الماء الذي كان يغمرها ولا تصلح معه للزراعة فحبسه عنها حتى أصبحت صالحة لذلك فقد أحياها، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من نفع الحائط الذي ورد في الدليل أنه يملكها بإقامته عليها. ومن العلماء من يرى أن إحياء الموات لا يتحدد أو ينضبط بضابط عام، بل يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس إحياء فإنه تملك به الأرض الموات. واختار ذلك جمع من أئمة الحنابلة وغيرهم، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء العرف. ولإمام المسلمين إقطاع الأرض الموات ومن يحييها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وأقطع عمر وعثمان وجمع من الصحابة، لكن لا يملكه بمجرد إقطاع حتى يحييه، بل يكون أحق به من غيره، فإن أحياه ملكه، وإن عجز عن إحيائه فللإمام استرجاعه وإقطاعه لغيره ممن يقدر على إحيائه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استرجع الإقطاعات من الذين عجزوا عن إحيائها. ومن سبق إلى مباح غير الأرض الموات كالصيد والحطب فهو أحق به إذا حازه. وإذا كان يمر بأملاك الناس ماء مباح أي غير مملوك كما المهد وماء الوادي، فللأعلى أن يسقي منه ويحبس الماء إلى الكعب ثم يرسله للأسفل ممن يليه، ويفعل الذي يليه كذلك ثم يرسله لمن بعده، وهكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معدن عن الزهري أنه قال: نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجدر، فكان ذلك إلى الكعبين، أي قاسوا ما وقعت فيه القصة فوجدوه يبلغ الكعبين. نعم. فجعلوا ذلك معيارا لاستحقاق الأول فالأول. ورواه داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حسين مهزور وادي بالمدينة مشهور أن يمسك حتى يبلغ كعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. أما إن كان الماء مملوكا فإنه يقسم بين الملاك بقدر أملاكهم ويتصرف كل واحد في حصته بما شاء. وإمام المسلمين أن يحمي ضرعا لمواشي بيت مال المسلمين كخير الجهاد وحبل الصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليهم، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن حي المسلمين. فيجوز للإمام أن يحمي العشب في أرض الموات لإبل الصدقة وخير المجاهدين ونعم الجزية والضوابط إذا احتيج إلى ذلك ولم يضيق على المسلمين. نعم، واضح إن شاء الله. كمل الباب اللي بعده. باب في أحكام
جعلها، وهي مثلثة الجيم وتسمى الجعل والجعال والجعيلة. ما معنى مثلثة الجيم؟ يعني تكسر وتضم وتفتح، يعني يقال جعالة جعالة جعالة، هذا مثلث معناها، يعني تحرك بالحركات الثلاث. نعم. وتسمى الجعل. الجعل والجعال والجعيلة. والجعيلة والجعيلة. نعم. الجعالة والجعيلة. نعم. وهي ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، كان يقول من فعل كذا فله كذا من المال، بأن يجعل شيئا معلوما من المال لمن يعمل له عملا معلوما كبناء حائط. ودليل جواز ذلك قوله تعالى عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي من دل على سالف صواع الملك حمل بعير وهذا جعل، فدلت الآية على جواز جعله، ودليلها من السنة حديث البدير وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنهم نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا، فلذق سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فأتوهم فقال هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم إني والله لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلن تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جلا، فصالحهم على قطيع من غنم، فانطلق ينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقاله فأوفوهم جعله، وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. هذا حديث أبي سعيد نزل على قوم حي من أحياء العرب كانوا مشركين، استضافوهم ما ضيفوهم، نزلوا بجانبهم ثم لدغ سيدهم، يعني لدغته عقرب أو حية أو نحو ذلك، سعوا إلى علاجه ما استطاعوا، فقال لو أتينا إلى أولئك النفر الذين استضافونا فلم يضيفهم لعل عندهم راق، يعني واحد يقرأ، فلما أتوهم بما أنهم ما ضيفوهم قال ما أنا براق حتى تدعو لنا جعلا، صالحهم على قطيع من غنم. هذا أصل الحديث يدل على جواز الرقية بمقابل، لكن أهل العلم يقول هذا الرقية المقابل مقابل الشفاء، يعني لو قرأ على واحد وما استفاد ما له شيء، يقرأ عليه فإذا شوفي بإذن الله بعد هالقراءة يستحق. اليوم هؤلاء اللي يفتحوا مقرات للرقية يستلم إيش الجعالة قبل أن يقرأ حتى، يعني يتكسبون على مصائب الناس والعياذ بالله. بعض العلم يقول الذي قرأ الحمد لله رب العالمين هو أبو سعيد نفسه، لكن كره أن يقول إيش أني قمت وقرأت، فماذا قرأ؟ قرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، ولذلك الفاتحة تسمى الشافية لأنها يستشفى بها وتقرأ على المرضى واللديق ونحو ذلك. هنا قال لهم إيش أن سيدنا سليم، سليم يعني لديق، فالعرب يستعملوا الكلمات للتفاؤل، يسمون الصحاري المهلكات مفاوز وهي مهالك، ويسمون الكسير جبير وهو مكسور، وسمون اللديق سليم يعني تفاؤل أن يسلم ويغدو شره. طيب لما قرأ عليه الفاتحة سبحان الله قام وكأنما أخذ ينفث، والنفث يعني نفخ معريق يسير، التفل معريق واضح، أما النفث ريق يسير ونفخ، والنفخ يعني هوى من غير ريق، نفخ نفث تفل، فالمشروع النفث ولو تفل قليلا لا بأس مع القراءة. هنا لما قرأ الحمد لله رب العالمين قام فكأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير معقول فك عقاله فقام سبحان الله. كان شيخنا الثيمي رحمة الله عند هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول الفاتحة اللي قرأها أبو سعيد هي الفاتحة اللي نقرأها ولا غير؟ هي الفاتحة، هي الفاتحة. قال أو أن القارئ غير القارئ،
ها القارئ غير القارئ، يعني لم يكن لو قام احد يقرا الفاتحه على واحد لديغ ما يستفيد شيئا، هذا اذا ما زاد بعد مرضه. لكن ابو سعيد قد يكون عنده من الايمان، عنده من التقوى، فيتفاوت الناس. يقول فكانما نشط من عقال فاوفوهم جعلهم، اعطوهم ما اتفقوا عليه. هم تورعوا ان ياخذوا هذا الجعل او ان ياكلوها او يبيعوها وينتفعوا به، فقالوا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نساله لا نقسمه. فلما ذكروا ذاك للنبي عليه الصلاه والسلام قال اصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. لما؟ حتى تطمئن نفوسهم ان هذا لا شيء فيه، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ منه. وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لا يشك احد بان هذا فيه شيء. نعم. فمن عمل العمل الذي جعلت عليه الجعالة بعد علمه بها استحق الجعل، لأن العقل استقر بتمام العمل، وإن قام بعمل جماعة اقتسم الجعل الذي عليه السوية، لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا في العوض. فإن عمل العمل قبل علمه بما جعل عليه لم يستحق شيئا، لأنه عمل غير مأمول فيه فلم يستحق به عوضا. وإن علم بالجعل في أثناء العمل أخذ من الجعل بمقدار ما عمله بعد العلم. نعم. والجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسقها، فإن كان الفسق من العامل لم يستحق شيئا من الجعل لأنه أسقط حق نفسه، وإن كان الفسق من الجاعل وكان قبل الشروع في العمل فللعامل أجرة مثل عمله. نعم. لأنه عمله بعوض لم يسلم ذلك. نعم. والجعالة تخالف الإجارة في مسائل. هذه مسألة مهمة، يعني ما الفرق بين الإجارة والجعالة؟ نعم. منها أن الجعالة لا يشترط في صحتها العلم بالعمل المجاعل عليه بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلوما. واضح؟ يعني لو قال شرد مني بعير، من يأتي به له المكافأة الفلانية. هذا شيء غير معلوم، يروح الواحد يمكن يجد يمكن ما يجد. لكن الإجارة يقول لا، تعمل لكذا بتاريخ كذا اليومية الفلان لك الفلانية، شيء محدد. أما الجعالة مكافأة، إن أتى بها إن أتى بما جعله الجعل استحقه، وإن لم يأتي به لم يستحق شيئا. نعم. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة، فإنها يشترط فيها أن تكون مدة العمل معلومة. نعم. ومنها أن الجعالة يجوز فيها الجمع بين العمل والمدة، كان يقول من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن خاطه في اليوم استحق الجعل وإلا فلا، بخلاف الإجارة فإنها لا يصح فيها الجمع بين العمل والمدة. نعم. ومنها أن العامل في الجعالة لم يلتزم العمل، بخلاف الإجارة فإن العامل فيها قد التزم بالعمل. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل، يعني بإمكانه ينصرف خلاص، يعني لا يريد المكافأة ينصرف، أما العقد الإجارة لا، في عقد ملزم بين الطرفين. نعم. ومنها أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل، بخلاف الإجارة فإنها يشترط فيها ذلك. صحيح. الجعالة يقول من وجد البعير الفلاني فله مكافأة، ما حدد، فذهب الناس كلهم منهم يبحث. أما الإيجار لا يعين فلان، يعني يعمل عنده أجيرا بمقابل كذا. نعم. ومنها أن الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين فسقها بدون إذن الآخر بخلاف الإيجار، فإنها عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسقها إلا برضا الآخر. نعم. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن من عمل لغيره عملا بغير جعل ولا إذن لصاحب عمل لم يستحق شيئا. نعم. لأنه بذل منفعة من غير عوض فلم يستحقه، ولأنه لا يلزم الإنسان شيء لم يلتزم إلا أنه يستثنى من ذلك شيئا. نعم. الأول، إذا كان العامل قد أعد نفسه للعمل بالأجرة كالدلال والحمال ونحوهما
فإنه إذا عمل عملا بإذن يستحق الأجرة لدلالة العرف على ذلك، ومن لم يعد نفسه للعمل لم يستحق شيئا ولو أذن له إلا بشرط. نعم، يعني معلوم فلان هذا ما يحمل شيء إلا بمقابل، فإذا حمله يعني يحتاج مقابل، حتى لو لم يقل لك تعطيني كذا وكذا له أجرة المثل. نعم. الثاني، من قام بتخليص متاع غيره من هلكه كإخراجه من البحر أو الحرب أو وجده في مهلكة يذهب ولو تركه فله أجرة المثل، وإن لم يأذن له مرضه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على صاحبه، ولأن في دفع الأجرة ترغيبا في مثل هذا العمل وهو إنقاذ الأموال من الهلكة. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من استنقذ مال غيره من المهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: الشأن في من عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظا لمال المالك واحترازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع انتهى. نعم، أعد كلام القيم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: الشأن في من عمل في مال غيره عملا بغير إذنه ليتوصل بذلك العمل إلى حقه، أو فعله حفظا لمال المالك واحترازا له من الضياع، فالصواب أنه يرجع عليه بأجرة عمله، وقد نص عليه أحمد في عدة مواضع. بارك نكتب على القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم بارك محمد وعلى صحبه أجمعين.